بالتزام مع افتتاح موسم الرياض 2022 ووصلت شعلة دورة الألعاب السعودية إلى الرياض، وبمقدمة مستقبليها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، وذلك ضمن الرحلة الطويلة للشعلة والتي تمتد حول مناطق المملكة ومدنها للتعريف بالدورة التي تعتبر الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ السعودية وإيصال رسالة سلام وصداقة إلى الناس على طول خط الافتتاح. تخيلنا وتخيلنا أكثر، واليوم بناخذكم فوق الخيال. موسم الرياض